تحدي كثير عن مو مجامله، بعض الامور ينبهني عنده. لا لا اهل لا قطاع الحر يجون ولا باب بغداد يقولون اطلعوا لكم شارع باب القبله واشوف هذا النار راح ننسق ويا الاخوات ويا الاخوه شوفوا لا تلعب للعتبه نقول للعتبه يا ولد ترى احنا عقد الاجتماع التأسيس الأول لهيئة الجود لمتطوعين الطبابة. الهيئة تم تشكيلها بتوجيه من الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة في قسم المواكب والهيئات الحسينية في العتبة المقدسة بطلب من الكوادر الطبية والتمريضية اللي عاملة تطوعا في الزيارات في كربلاء المقدسة. الاجتماع التأسيسي الأول لتشكيل منسقيات أو ممثليات في المحافظات. طبعا مثل ما تعرفون الزيارات في كربلاء المقدسة وأعداد الزائرين تتطلب تقديم الخدمة الطبية الأفضل طبعا مع جائحة كورونا وضرورة توعية الناس. هنالك مهام مناطة على الهيئة وواجبات بهذه المفارز الطبية اللي تقدم الخدمة. هناك معطيات بأن جميع المتطوعين في هذه الهيئة وجميع من تم دعوتهم للحضور وكذلك للاشتراك بهذه الهيئة هم بطبيعة الحال أساسا كانوا قد اشتركوا فعلا بهذه الخدمة واشتركوا بالكثير من المفارز خلال السنوات المنصرمة، وهذا الأمر أدى إلى أنه هم لديهم زخم كبير من الخبرات ولديهم زخم كبير من المقترحات، وحتما سيكون هناك امتزاج لهذه الخبرات بين هؤلاء الأخوة والأخوات من المتطوعين، وأكيدا سوف تكون هذه الهيئة هيئة ناجحة وخصوصا على مستوى المستقبل القريب، والتي سوف تقوم بتقديم خدمات منظمة أكثر وخدمات تكون كفاية أكثر لزوار الإمام الحسين والإمام العباس عليه السلام. بعد ما يمشي لا وضعيه كل حدا